شوف المشهد الأول وبعدين نتكلم عنه. لا يا تاني مش قادر. الحقيقة من أصعب المشاهد اللي ممكن نشوفها المشهد ده، لأن الحقيقة مخرج كمان بشعور عالي جدا وبإحساس مرهف جدا قدر بيعمل بيسميه المونتاج المتوازي ما بين وهي بتحمي بنتها الصغيرة وهي بتغسل بنتها بعد ما تم اغتصابها. الحقيقة انت عملتيه بشكل رائع جدا، بس أظن كان صعب عليك تأديه.
اكيد طبعا جدا. قعدتي تصوري قد ايه المشهد ده؟ قعدنا نصور 12 ساعة. حد قال لي انك انت اغمى عليكي في المشهد؟ جالي هبوط كذا مرة. ايه اللي حصل؟ عدنا كتير قوي، وبعدين ابتديت اكتئب، وبعدين ابتديت احس ان نفسي مخنوق. كان استاذ طارق كل شوية خرجني برا. البنت كمان كل ما كنت بشوفها وهي نايمة كان جسمي كان بيقشعر جدا. ساعات بقى الواحد بيجيله هلاوس كده بقى وانت بتصور، يعني مش عارفه يحصل ايه. يعني دي اول مره تغسلي فيها ميت او عمرك ما مريتي بتجربه في حياتك؟ لا، بس شفت حد عندي في عيلتي في اهلي، يعني اخويا الله يرحمه كان جاي كده، يعني اللي هو متشرح وبتاع ومحطوط في. بس واضح ان في حد علمك، لانك انت بتعمليها مظبوط يعني زي ما بتلبس. لا طبعا، سالنا ناس والمخرج قال لي حاجه حاجه، ويتمسك ازاي وتعمل ازاي. بس غصب عني فعلا كنت حاسه بجد ان انا رجليا تقيله، بجد رجليا تقيله مش قادره تطلع من على الارض.